قرية مصرية ما فيهاش عاطل واحد بس وما تعرفش البطالة والعالم كله يعرفها بالاسم. حكاية شبرملس أشهر قرية بتصدر وبتزرع الكتان في مصر. الفدان الواحد بيكسبهم ملايين والطن بيتباع ب 800,000 جنيه. وبوابة العبور للأسواق الأوروبية، شبرملس قرية عمرها من عمر التاريخ المصري، والشاهد على ده الكتان واللي كان بيستخدمه المصريين القدماء، ولسه شبرملس هي الأشهر في الجمهورية في زراعة وتصنيع الكتان. القرية بيعيش فيها حوالي 200,000 نسمة وما تعرفش البطالة، وده لأن الكل شغال في زراعة وتصنيع الكتان. وخلينا أقولك في البداية إن الكتان حرفة وصنعة محدش بيتقنها غير لما يكون عارف كويس قوي أسرارها، وده لأن الكتان من المحاصيل القليلة اللي بيتم تصديرها من مصر لأكتر من 10 دول أوروبية. وبتنتج القرية دي والتابعة لمحافظة الغربية أكتر من 90% من إنتاج الكتان في مصر، وبيشتغل في المجال ده أكتر من 5,000 مزارع ومصنع في القرية. الأهالي هناك ما يعرفوش غير صناعة الكتان، وده لأنها تعتبر مهنة ورثوها أبا عن جد، وده رغم ضعف الإمكانيات في القرية، خاصة الماكينات اللي بيستخدموها واللي بتعتبر بدائية، ده غير إن البذور بيستوردوها من الخارج. لكن قدروا يخلوا شبرملس واحدة من قلاع الصناعة في الشرق الأوسط، ده غير إن الصناعة دي بتدخل لأهل البلد عملة صعبة، وحسب تقرير لجريدة الوطن فبتعتبر الصين أول المستوردين من قرية شبرملس، وبتستورد الطن الخام بأكتر من 45,000 جنيه. أما عن تكلفة الفدان الواحد فالمزارع السيد حماد قال إنه بيتكلف 15,000 جنيه، وبينتج الفدان حوالي 500 طن. وفي 2022 نزل مجموعة من الصينيين لمصر علشان يتفقوا على صفقة كتان ب 200 مليون دولار، يعني حوالي 9.5 مليار جنيه على سعر الدولار النهاردة. وخلينا أقولك إن كل الأهالي في كل المراحل العمرية شغالين في المهنة دي، وحسب تصريحات حمدي دنيا صاحب مصنع كتان لجريدة الأهرام، فقال إنه بيشتغل في الصناعة دي أبا عن جد زيه زي باقي أهالي القرية، وإن الكتان عملية تصنيعه بتمر بمراحل كتيرة من أول عملية الحصاد واللي بتبدأ في شهر مارس وبينتهي في شهر أكتوبر من كل سنة. وهنا الأهالي بتجمع الكتان كله في الأماكن المخصصة ليه، وبيشتغل في عملية الحصاد كل أهالي القرية، وبعد تجهيز الكتان بيتصدر للصين وأكتر من 10 دول أوروبية تانية علشان يكملوا عملية التصنيع ويحولوه لأقمشة. ولو أنت مش عارف فخلينا أقولك إن الكتان بيعتبر ثروة قومية وبيدخل في كتير من الصناعات، منها الملابس وصناعة الحبال وأوراق البنكنوت والخشب الحبيبي والزيوت زي الزيت الحار، وكمان بيدخل في إنتاج زيوت البويات، وكمان قشور بذور الكتان بتستخدم كعلف حيواني. وحسب تصريحات جمال محمد واحد من أصحاب مصانع الكتان في القرية، في حوالي 30 مصنع للكتان في القرية بيشتغل فيهم أكتر من 20,000 عامل في جميع مراحل صناعة الكتان من زراعته لحد تصنيعه، وكل شاب من دول عنده عيلة بيصرف عليها من شغله في صناعة الكتان. قال كمان إن مشتقات الكتان بتدخل للدولة سنويا مبالغ كبيرة وبتدر عائد كبير من النقد الأجنبي، وده بيكون مقابل التصنيع والتصدير، والكلام ده مش جديد، ده من عشرات السنين. وإن بعض الدول الأجنبية نفسها دلوقتي تشتري كميات كبيرة من محصول الكتان الخام وتصنيعه، ولكن أهالي القرية رفضوا الفكرة علشان يتمسكوا بأنه تكون صناعته مصرية. قلنا سمعت بقى عن القرية دي قبل كده؟ اكتب لنا في التعليقات.